حلو 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 حلو. لا اوكي. بعض المتاعب مع العربة. والله قسم الله متاعب. بعض المتاعب مع العربة ها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله يا شباب. معكم صالح. تشيك بوينت احتاجه. وذبح هذا. عندنا سبايرو لقناية التريلوجي، اخر حلقة من تختيم سبايرو ريبتس ريج، بعدين ان شاء الله نبدأ بالجزء الثالث. اصعد الى اعلى السلم. حسنا ساصعد الى اعلى السلم. ارقص سلم. اوكي الجزء الثالث على فكرة اسمه جير اوف ذا دراجون. هاي رائع، قمت بتفعيل طاقة الطيران الخارق. اضئ المصابيح الجوهرية في هذا الكهف. طيب بنضيئة حتى بعد الصعوبة. مرة سهلة، نجمتين بس، فقط نجمتين. الو يا سلام. اوكي خذ الجواهر اللي هنا، ولع هذي. اوكي اوه حلو حلو حلو، ان شاء الله ما فوت انا ولا جوهرة. اي وخر انت، وخر اخر. حلو حلو، لا ما جمعت كل الجواهر، باقي صح. اوكي خلونا ناخذ البلورة الاخيرة بعدين نشوف. شكرا على مساعدتي في اضاءة المصابيح، كنت اخشى اننا سنلغي مباراة كرة القاعدة اليوم. خذ، دمج احدهم هذه الكرة بكرة القاعدة. وش دخل كرة القاعدة بالموضوع؟ طيب كرة القاعدة اللي هي بيسبول ها؟ طيب وين باقي الجواهر؟ جمعت الكرات لكن ما جمعت انا كل الجواهر. اوه ده واو، قاعد الفلف. ليش ما علمتنا انت؟ تعطين بس البلورة وبس، عطني يعني بعد الجوهرة فخلاص. هذه 100% نروح الشاطئ والمشمس، سافر بالله. ضحك مرة، ما شفناه ويتكهرب يوم شو اسمه، يوم انا العب يعني شو اسمه اكبر يضحك اذا جاي يتكهرب. بالاخر مرة ودي اشوفه، ودي اشوفه بعد بعد. كهرب كهربه كهرب خويك كهرب. اثنين يكهربونه. الحين ارجع هنا. يلا مرحبا ايها الفتى، هناك طباخ في اعلى هذا السلم يريد ان يصنع حصاء من سلاحفنا، ربما يمكنك التسلق الى الاعلى وايقافه. نوقفه نوقفه. يلا الحين اقدر اتسلق، من قبل ما كنت اقدر اتسلق. ها صديقاتك السلاحف هذه لذيذة في الحساء، ان امسكت بها يمكنك انقاذها ان اردت، لكنني اشعر بالجوع الشديد. تاكله. امنع السلاحف من دخول المرجل. وش المرجل اقصد شو اسمه؟ طيب باخذ الجواهر اول، يعني لازم السلاحف ها. يلا اوكي، وراك كذا الوضعيه احس انها صعب. لا يا شيخ ليش الكاميرا كذا؟ الكاميرا اللي بالريماستر يعني احس انها اسهل، ليش ما تصير فوق الكاميرا كذا؟ ما اقدر اشوف الا اذا قعدت انا بالنص. لا 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 امنع السلاحف. هم ينتحرون اصلا. وين 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 اوكي هذه السلاحف هذه. لا 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 اوكي شو والله كنت احاول انا يا شباب، ما كنت قاعد اتفرج يعني بوقف انا. اوكي لقد انقذت بعض السلاحف، هناك المزيد من حيث اتت. هذه خذ اليك هذه الكره وارحل من هنا. يعطيني الكره علشان يعني انا امشي ها. لكن ما راح امشي. يلا ما راح امشي. تاكل زياده ها. اصبر خلنا نسمع شو يقول. ها شو يقول شو يقول شو يقول. احب رائحه حساء السلاحف. تستطيع تجربه ذلك ثانيه ولن تفعل افضل منها. طيب هذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله. انا اقدر اغوص هنا، ما اقدر اغوص بالقرد بالقرد بالقدر بالقدر. طيب يلا. اوه هذا السلحفه هنا. بس اسهل يا اخي، احس انه التحدي لان السلاحف اقل يطلعون هنا. باللعبه الاصليه يطلعون واجد احس، لكن هنا شويين هنا. لا اصبر اصبر، بدا يطلعون. اوه ما طلعت الا واحده بس زياده. اوكي هذه الثانيه بعد طلعت كذا قدامي على طول. هي 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 مو هنا مو هنا مو هنا، ترجعين. روح هناك روح هناك روح هناك. ايوه 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 اضرب خويات. لا ولا لا 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 اثنينهم مع بعض اثنينهم مع بعض. يلا 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 حلو. اوكي يلا هذه من هنا. لا قد مصوب انا قد مصوب يعني بشكل صحيح. اوكي
حلو خلاص. أو باقي 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 بعد. وينه وينه؟ هذا هي وراي. وانا اقول وين هي وراي. لا 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 تدخلين لا تدخلين لا تسحبها. اوكي لا تدخلين لا تدخلين. يلا اوكي حلو حلو. في باقي زياده ولا خلاص؟ اوه اوكي اوكي ما دخلت هذه ما دخلت. لا 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 تدخلين انت لا تدخلين خلاص. لقد انقذت جميع السلاحف على الشاطئ. خذ هذه، كنت اريد استخدامها لشراء البطاطس لكنني لا احتاجها الان. علشان يعني تطبخ السلاحف مع البطاطس ها؟ لكن خلاص يوم راحوا السلاحف كلهم صرت ما تحتاجها. تم الانقاذ. هذه اسم شو اسمه اسم التروفي. كل الجواهر بعد خلاص نتاكد اذا هي 100%. اوكي خلاص المرحله صارت الحين 100%. والله شوفوا الكرش ذا، شوفوا الكرش الدب. من اول هو من قبل كان هنا كان هنا يقف على اليسار صح؟ ما ادري اذا هو يقف على اليمين كان فعلا، بس المهم انا اكلم هنتر. ها هنتر يقول لي ابقى هادئا، يقول لي ساحول حذائك الى ذهب. اوه سبايرو تسعدني رؤيتك، ساقدر لك كثيرا ان عثرت على ذلك الخيميائي، يدين لي بخدمه. خيميائي اقدر كذا اكلمه من ورا؟ لازم اقابله وجه بوجه يعني. طيب كنت احسبه كذا يلف، بس هذه جلتشات جلتشات بلاي ستيشن 1 انه يلف وكذا متجمد. بلاتشات بلاي ستيشن 1 مو بجلتشات بلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس 1. اجريت تجارب على جرعه جديده رغبت باختبارها، لكن المخلوقات الصخريه جعلت الامر صعبا. هلا صاحبتني لو سمحت؟ يلا نصاحبك. والله شوف شلون طالع طويل ها، لكن باللعبه الاصليه طالع كذا كانه شايب، هنا طالع شاب. رائع، ابق المخلوقات الصخريه بعيده عني وساخذ الجرعه لهانتر. يلا اوكي قم بحمايه الخيميائي من مخلوقات الارض. الصعوبه 4 نجمات. اول واحد هذا انت اللي بتروح له ها، ما ادري ليش هو يتوجه لهم. هل اي على طول ما انكسر شيء، ما صار في شيء، ما صار في شيء. رافقني لاتجاوز المخلوقات الصخريه. طيب رائع، ابق المخلوقات الصخريه بعيده عني. خلاص 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 انت روح لمهم ما تتجاوزهم، تروح عن تروح لمهم انت. شوف شلون يدوخ يطلع منه نجمات. ها 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 لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح لذاك. لا 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 تضرب هذا، لا تضرب وخر. يروح لمهم. يا اخي انا متعجب، يقول يعني ساعدني بتجاوزهم وما يتجاوزهم ويروح لمهم. يلا طلع منهم. اوف ضربني انا، ضربني انا ما ضربه هو. الحين بيروح لم هذا ها. يلا 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 يلا. لا 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 تضربه لا تضربه لا تضربه انت بعد. اوكي لم هذا بعد. وين 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 الخيميائي؟ الخيميائي هنا، الخيميائي هنا. الله الحقني عليه. لا 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 لا. اوكي 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 مو برايح مو برايح لهذا مو برايح لذا، بيرجع بيرجع. اي 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 اذكر 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 يمكن يلخبط. انا اذكر 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 والله. طيب يلا هنتر هنتر انت، يلا روح لهنتر روح لهنتر حرره. الحمد لله انجزنا المهمه. حلو حرر هنتر. ايوه انقذناه. اوه قدماي بحال افضل، هل اعتنيت بهذا من اجلي؟ اعتني باللغة. يا اخي ليش ما تعطي البروفيسور على طول؟ طالما انك هنا هل ساعدتني بالقضاء على هذه المخلوقات الصخرية؟ بكل سرور نعم. حسنا عندما اصيب مخلوقا صخريا بالسهم اصدمه برأسي قبل ان ينهض. تذكر يمكنك تنفيذ صدمة الرأس بالقفز ثم الضغط على زر التنفيذ. يلا اي الحين تقول زر التنفيذ بالحلقة الماضية تقول يعني تقول دائرة زر التنفيذ وهو زر هجوم اصلا. يلا يا روبن هود. روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات. سوي دق على هذا. ايوه سلام. ها يلا كل سباركس. يلا يلا تطلق على مين؟ ها الله عليك صح. اوكي والله انك اطلق من روبن هود صراحه يا هنتر. ها وين علي واحد علي واحد يا هنتر. واقفوا اوكي على هذا على هذا. حلو 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 اكسره. بعد على ذاك على ذاك على ذاك. ها
على ذاك ها ايوه بعد وين 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 في واحد طاح في واحد طاح ايوه 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 يلا انتر صح صح عليك صح عليك الله كفو يلا خلاص وينه نحن فريق رائع خذ كنت سأعطي هذه للخيميائي لكنني غاضب منه في الوقت الحالي ليش طيب ساعدكم يعني انا حاسس في واحد زيادة يا شباب عشان كذا قلت يعني وينه لكن خلاص خلصنا ساعدك تقول غاضب من خلاص كل الكرات ما اقدر اكلم هانتر الحين خلاص زعلان منك هانتر ايوه الخيميائي اكتملت المرحلة 100% كنت شبه متأكد أن جرعتي ستحول الصخرة إلى ذهب ربما قليلا من الملح وراء استخل الملح يعني عموما هو خيميائي وأبخص بهذه الأمور فنروح هنا ألواح الضليلة مرحلة باب الحارة ألا تحب البحر؟ ما أدري كيف جبت التروفي هذا بعد طيب أوكي خلاص أخذنا الجواهر كلهم علق أخوتي الثمانية في الصخرة وسيغرقون إن لم تحررهم أصدم الصخور برأسك من خلال القفز ثم الضغط على زر تنفيذ اتبع تعليماتي طيب أوكي مساعدة فراس النهر المتحجرة اتبعني وتذكر اقفز ثم اضغط زر تنفيذ لصدم بالرأس أوكي اتبع غورني وبعد وش هو أوكي المهم يا أخي الجواهر أذكر إنه مجموعة 10,000 وين الباقية هم الجواهر باقي 400 ما أدري والله وينها صراحة يلا أوكي أنا حررهم حلو يا سلام الله أوكي صح يا شباب صح تذكرت وين الـ400 تذكرت والله بغيت انساه مرحلة سبيدوي باقي زيادة هنا اوكي يلا حلو يا سلام شكرا على تحريرنا سأعطيك هذا الشيء الذي وجدته على الأقل ليس صخرة اوكي على الأقل ليس صخرة بل إنها بلورة البلورة الأخيرة هذه خلاص يلا كل شيء جمعت كل الكرات بس باقي كرة واحدة مرحلة سبيدوي اللي بالعالم هذا عند إيلورا عمل جيد سبايرو لقد فعلت طاقة كراتك الزوبعة الزوبعة على طول مفتوح أذكر كنت أكلمها أنا بعدين تفتح الزوبعة يتابع ريبتو الاستيلاء على قلاعنا بهذا المعدل لن يكون الانتقال من هنا فكرة سيئة أي يا بنت ريبتو مات البقرة ماتت خلاص هو أصلاً المفروض يعني أروح للمرحلة هذه قبل باري ريبتو هو المفترض هذا لكن أنا ما سويت يعني الشيء المفروض اللي مو المفروض أسويه يتابع ريبتو الاستيلاء نفس الكلام أيتها الضبية طريق المدينة يلا طريق المدينة نروح له أوكي أوه جواهر معذور علي بالله وش ايش كثر هذا يعني هذول كل الجواهر يعني اللي شو اسمه اخذته اللي اخذها يعني هنتر وعطاني اياها اخذها من ماني باكس اوكي الو ايوه افتح لنا الجسر الله نفس الصوت شوفوا صوت الحمام او مو مشوفوا صوت الحمام اسمع صوت الحمام مو شوفه اوكي ما قدرت اذبح واحد من دول لا ما قدرت اذبح اوكي حلو اصبر خلونا نذبح ذولا اول ابي اذبح ذولا اول بعدين بنروح للجسم والدورة الدورات الذلاك اوكي يلا ما ادري يا اخي اوكي هذا كنت انا مضيعهم اقول يعني وينهم انا يلا هذه واحدة وين الباقي هاي وين الباقي هذول آخر شيء المفروض هذول آخر شيء اللي معهم أوكي المرة محطوط يعني تسمع علامة تعجب بدل ما هو مكتوب سلو أوكي حلو الأخيرة أول أخير مو الأخيرة ها أوكي حلو يلا خلاص باقي وين البوابة الأخيرة؟ هاي
البوابة الأخيرة وين؟ لو سمحت إيه سمارك ليش أنت متعلمن على البوابة الأخيرة وينها يعني؟ لا خلاص راحت علي. شباب الظاهر لازم أبدأ من هنا، فأتوقع بأخذ البوابات هنا لازم أبدأ وبعدين أذبح هذولا فقمات دولا؟ والله فقمات شلون يعني سنونهم؟ والله الوقت ما يساعدن، الوقت ما يساعدن. الفقمات هذولا أوكي خلاص ما بقى إلا واحد بس، فقمة واحدة خلاص خلاص كلهم 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 كلهم. فإن شاء الله إن شاء الله الوقت إن شاء الله الوقت 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 بسرعة 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 الوقت واحد ثلاثة ثواني كان باقي. أوه إعادة محاولة لأن في تحدي. الله الشلال هذا هو لقيته لقيته الشلال اللي متخبي فيه ذاك أبو شنب. ألا حدثت بعض الجرائم هنا في طريق المدينة، أظنك تستطيع مساعدتنا. القطط اللصوص تنهب أموال تبرعات إعادة انتخاب عبر تسلق الجدران، هل ساعدتنا بالتخلص منها؟ هذا البطاطس برينجلز بس انه سوبر سايدن. هذا شفتوا هذاك مشنب البطاطس برينجلز هذا هو لكنه سوبر سايدن. نعم رائع، يمكن لهانتر أن يلقي باللصوص من على السطح. نريدك أن تمسك بالمسروقات قبل أن تهبط في النفق. حظا طيبا، بانتظارك في الخارج. طيب أنت بتنتظرني هنا ما راح تنتظرني برا أصلا. يلا ناخذ المسروقات. أطلق على اللصوص يا هنتر وأنا باخذ المسروقات منهم. أوكي والله أذكره صعب. اوكي لا لا ما نبدا بحهم ما نبدا بحهم، كنت بتفنن واذبحهم هذول كلها خلهم. ركز ركز على التحدي ركز على التحدي. اوه كلها الاكياسها حقت ماني باكس الجحاد. ها دبوا المال السمين طلع له ثلاث اسماء توني الاحظ انه طلع له ثلاث اسماء، ماني باكس دبوا المال السمين والجحاد. اوكي وين وين وينك هنتر؟ اوه هذا هو هذا هو هذا لو سمحت. انتحر انتحر. احدهم افلت من قبضتك، يبدو ان هناك لصوصا يحاولون سرقتنا، اتحاول ثانيه؟ شوف سبايرو شلون. نعم رائع، يمكن لهانتر ان يلقي نفس الكلام نفس الكلام. جينا المشكله هذه جينا هذه المشكله. يلا حلو 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 عديت عديت. وين 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 هانتر؟ وين طلقت انت؟ وين طلقت؟ بين لي وين. ها وان 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 الحين اوكي 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 اشوى اشوى ما ضيعت شيء انا الحين. وان وان هذا اوكي طرق عليه. هلو 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 الاخير الاخير الاخير. يلا خلاص 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 ما بقالنا شيء. حسبي الله عليك يا اشوى. عمل رائع، لقنت الاشرار درسا لن ينسوه. مع ان اصلا هنتر بغى ينكب ان لانه طلق على ذاك مره بدري وقت مره بدري او لا مو بوقت مره بدري يعني طلق عليه وصارت هذه يعني تحت على طول كلها حطيتها على على راس هنتر. الحين نروح لم شاطئ التنانين. غيرت رأي ودي ادخل له كذا مع البوابة. خلونا ندخل لم شاطئ التنانين بهذه الطريقة. خلاص طلع نيران بعد طلع نيران دخول شاطئ التنين 10,000 واجد والله. لف لف بعد يمين يسار. ها اوكي ما ادري ليش ما لف في يمين يسار بس يلا. احلى حركات انت. عمل جيد يا سبايرو، ادخل الى منتزه شاطئ التنانين. بدخله يلا بدخله. شو رايكم شباب شباب؟ بالمناسبة ان ربحت 10 عملات يمكنك زيارة مسرحنا. شباب اصبر خلوا كلمة هذا اباخذ هذيك النار اللي ما تنتهي ابد او اللهب. ها حاول الفوز بالعملات في المناطق المتعددة، ان ربحت 10 يمكنك زيارة مسرح شاطئ التنانين الشهير. اوكي والله دب يا اخي كرش اقسم بالله. ايه افتح يا سمسم السلام. اوه علامة ما لا نهاية بعد مرتوب عليه. اوكي اوه حتى شكل كذا بيصير. ها انه يحترق يا سلام. لا وين الشكل الرهيب؟ ليش بس فترة يقعد يعني؟ ها انا اشوف. طيب ابي شكله كذا يبدل الشكل ذاك الفخم. هذا الظاهر ما نحتاج ولا نكلم ذاك سلام. اوكي لازم نكلمه يعني. ها
أي أنت أستاذ. اصعد سبايرو وانظر ما لدينا من أجلك اليوم. داخل هذه الحجرة ستجد بعض أكثر المخلوقات شراً بين كل من رأيتهم. أوكي نعم، تجريب حجرة الغوص. نعم. إليك قاذف كرات البيسبول، خذه، صوب على الأهداف وراقب تلك المخلوقات المخيفة وهي تسقط في الماء في الأسفل، لكن لا تقلق لن تؤذيها. أوكي يا ليتني لو أذية، أنا أتمنى هذا صراحة. ما أحتاج كرة البيسبول هذه، بس كده. لازم كرة البيسبول، لازم بكرة البيسبول. يلا أوكي هلا، لازم يعني أبغى كده باللهب. كان هذا ممتعا جدا. إليك هذه العملة لأنك أحسنت التصويب. أوكي عطني إياها. يا سلام، أول عملة. جرب ثانية إن أردت يا فتى. أوكي يلا عطن. طيب في كرة. ما أدري والله في جلتش صار. أغرق أنت. يلا هذا سهل جدا، إليك واحدة أخرى من هذه العملات. عطني. الله شكرا. آه طباخ الحين. جرب ثانية إن أردت يا فتى. يلا عطن. أوكي آه بس هذه لمعة اللي قبل شيء، مو هي كورة، كنت أحسب كورة أنا. الله غرق الطباخ بعد. واو أنت رامن ماهر، خذ إنها آخر عملة لدي. أوكي ثلاث عملات، كل واحد عنده ثلاث عملات. هاي جرب ثانية إن أردت يا فتى. أوكي خلاص ما عندك عملات أصلا. بس هذا جديد يا أخي. أوكي يطلع نفسه. أوكي لا طلع هذا، كل شوي يتغيرون مو بالترتيب يعني. ها أوكي بعد غرق ذا، بعد مين حين؟ آه طباخ، غرق الطباخ. طيب اللي بعده كذا على طول يطيح. على طول طاح. هذه بلة يا أخي، ضحك مرة. أنت كلمه. مرحبا أيها الشاب، سأسمح لك بدخول مسرح شاطئ التنانين، لكنك لا تملك ما يكفي من العملات، حاول زيارة مناطق أخرى أولا. أوكي أربع عشر عملات، لازم عشر عملات علشان أفتح التسمو. أفتح ذا البوابة دي. أنت أهلا بك في قطار شاطئ التنانين. هنا في شاطئ التنانين لا نقود هكذا، إن فرقعت البالونات على السكة ستجد عملة بانتظارك. مستعد للانطلاق؟ مستعد للانطلاق. 50 انتبه من القطارات الأخرى، فالمسار مزدحم اليوم. مزدحم؟ مزدحم بمصطفى ها؟ 25 بالبداية 25 بعدين 50. أوكي حلو. واو سلاحف بعد، سلاح صغير أصغار هذولا. أوكي عشرة. أوكي حلو 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 حلو. لا أوكي بعض المتاعب مع العربة، والله قسم الله متاعب. بعض المتاعب مع العربة ها؟ وهو دلت السهل ويا الكل. هاتي الجزمة، هاتي الجزمة. بعض المتاعب مع العربة ها؟ العربة من جد متاعب. ها حلو عديتها هذه. مصطفى خلاص. اوكي اول تحدي. عمل جيد ايها التنين، اليك العملة. اول تحدي بالعربة انا اقصد طبعا يعني. يلا الحين التحدي الثاني ظهر 50. ها حسنا سأقلب المفتاح، خذ المزيد من المسارات، تأكد من اسقاط البالونات على تلك المسارات. اوكي نعم. انتبه من القطارات الاخرى، فالمسار مزدحم اليوم. كرر لي نفس النصيحة هذا. 50 والله واجد. طيب اوكي يسار. حلو يسار. حلو 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 حلو. اوكي خلاص هنا خلصنا من البلالات هذولا، روح يمين. اذا جيت انا بروح يمين ما اضغط شيء، لكن يسار لازم اضغط. اوكي حلو حلو حلو. يسار يسار. حلو 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 حلو. ما يحتاج تسوي شيء، ما يحتاج. الله جمع البلالات. بس التحدي الجاي والله اصعب، لانه بيصير في مدفع معي، لكن عدد البلالات زي ما هي 50 بصير. اوكي 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 اوكي. الظهر دي قاتلتنا من هنا هنا سحبة. هاي لا يبي لي لفة. اوكي 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 اوكي. الظهر يعني هذيك اخر شيء بتصير، هذه اللفة اللي انا عديتها. حلو 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 حلو. ان شاء الله ما في شيء يحتاج نقطة. الله الله الله، خلنا نشوف خلنا نشوف.
شلون؟ دوامة كذا. والله تدوخ، والله تدوخ، والله تدوخ صراحة. آخر شيء حلو الحمد لله. هاي لا بأس، إليك عملة أخرى. تحدي مرة ممل، عطنا شيء أسهل. كذا يقول هناك جولة أخرى بعد. أنجزت جولة ناجحة، هذه المرة يتوجب عليك استخدام المدفع لإسقاط البالونات. هل ترغب بمحاولة؟ إيه نعم بالتأكيد. انتبه من نفس الكلام، نفس الكلام، والله كنت حاسس من نفس الكلام. الحين لازم مدفع، ها مدفع كذا، أطلق أطلق. أوكي أوكي، يسار 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 يسار. لا فوتها فوتها، هذه فوتها الثانية بعد، كلهم بالمدفع اللي فوتهم أنا، هذه واحدة منهم. يا سلام، يلا حلو، يلا 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 كمل 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 هنا، كمل هنا الدرب هنا. حلو 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 حلو، سار سار. لا والله بغيت أدعس مصطفى. ها حلو، بقعت البلونة هذه. يلا يلا إن شاء الله ما في بلونة أطلق علي بالمدفع، لأني أحس أني فاشل بالتصويب. أوكي خلاص الحمد لله، هشو ما في يعني بالجهة ذيك بس يعني، ولا في زيادة أصلاً قدام. أوكي أوكي، يسار يسار يسار، رح يسار رح يسار. أيوة 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 أيوة. لا فوت واحدة بلونة حمراء بعد. لازم أرجع لازم أرجع يا بيلي. ها والله دوخة هذه، والله دوخة. اوكي حلو 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 حلو. اي شايفك شايفك انت، شايفك شايفك على الجهه الثانيه. ها حلو بقعته. معقوله شباب من اول محاوله؟ ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب من اول محاوله ان شاء الله. خلاص 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 خلاص، والله صدق. اي واو انت رائع، اتقنت قياده القطار، هذه اخر عمله لدي. والله من جد يا سباير ممل، فزت. الله. أترغب بركوب القطار للمتعة؟ لا لا أرغب. قطار الملاهي أمر صعب على الكثيرين، عد في وقت لاحق. لا ما نبراجع أبدا. ما نبراجع أبدا، أطلق عليك باللعب ده. أوكي يلا نروح للتحدي هذا الحين. مرحبا يا سبايرو، سمعت أنك ماهر بالتصويب، لما لا تجرب ساحة الإطلاق الخاصة بي؟ أوكي نجربها. نعم حسنا، سأعين المؤقت من أجلك. يلا الله 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 الله، اطلق اطلق على البطاط، اطلق على البطاط. ما يحتاج ولا حتى مؤقت يعني. اوكي حلو 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 حلو، يلا اوكي خلاص خلاص. تصويب جيد، اليك هذه العمله. عطني اياه يلا، وعندك عملتين الزياده. اوه مستعد للجوله التاليه؟ العمله فيها وجه سبايرو مكتوب رقم واحد وبالجهه الثانيه يعني. حسنا سأعين المؤقت من اجلك، يعني شو اسمه بالجهة الثانية من العملة يعني محطوط صوت سبايرو. يلا اوكي خلاص خلاص، هذول ثمانية هذول ثمانية. ها ثمانية 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 ثمانية، كلهم ثمانية بس ثمانية. سهلين 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 سهلين، ها سهلين. يلا خذوا 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 خذوا، خذت والله ما مات. تصويب جيد، اليك هذه العملة. يلا عطني اياه. حلو باقي عملة واحدة. مستعد للجولة التالية؟ مستعد للجولة التالية نعم. حسناً سأعين. لا تعينوا المؤقت من أجلي، لا تعينوا من أجلي. ثمانية بدل عشرة. السحالي هذولا. يلا أوكي أوكي ثمانية يعني سهلوها، خلوها عشرة زي ما هي، لأنه أصلاً من حين سهل. مفروض ذلك اللي قبل السحالي هم اللي يعني يزودونهم يخلونهم عشرة. يلا خلاص 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 خلاص. إيه وين راح ذا؟ وين راح؟ أوكي 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 خلاص خلاص. حلو حلو رائع، هذه آخر عملة لدي. يا أخي هذولا أحس أنهم يقربون للناس تنورك، أشكالهم يشبون ناس تنورك. عود في أي وقت تشاء سبايرو. لن أعود أبدا مدى الحياة، لن أعود. التحدي الصعب، التحدي الصعب والشاق يا شباب. مجانا مجانا مجانا، لن تدفع الأموال في الأسفل ولن تدفع أي كلفة في شهرية، بالمقابل سأعطيك عملة واحدة فقط واحدة، لكن يمكنك الركوب قدر ما تشاء. يلا شوفوا الحين تحدي صعب. اللي شاف تختيم اللعبة الأصلية يذكر. اصعد معي يا صديقي. اللي شاف يعني تختيم اللعبة الأصلية يذكر يعني التحدي شلون هو صعب وشاق ومتعب ومكلف. ويو اشوفك، ها اشوفك. ويو اركب اركب الحين. نصير مع مين؟ اوكي هذه مع السلحفاة، وهذه هنا بعد مع الطباخ نفسها هذيك البنت. هذا ويو مع السلحفاة، كلهم مع السلاحف.
أوكي، هذه المرة مع الخيميائي، وهذا شو اسمه شو اسمه السري، العميل السري. إيوه أنا مع البطريق. كما وعدتك هذه هي عملتك، بحصولك على 10 عملات زر مسرح شاطئ التنانين. يلا، أنا حطوني مع البطريق الشرير هذاك اللي يحب ياكل السلاحف. يلا نروح للمسرح الحين. أنا شوف ايش في بالمسرح. يا سلام لحب هذا. ها حسنا يا سبايرو، إنه يوم سعدك، لقد ربحت ما يكفي من العمولات لدخول مسرح شاطئ التنانين الشهير. هيا انطلق واستمتع بالعرض. يلا يا سلام في تحليل الباب الحين، نستمتع بالعرض. طبعا العرض اذكر يعني كلها جسمه المقاطع اللي مقاطع عن اللعبة، ما بالمقاطع حقت المراحل، حقت المقاطع حقت المراحل ما فيه، لكن يعني اللي فيها ريبتو إلورا وهنتر. ها اوكي يا سلام، شفتوا هذول هم المقاطع. هذا قرب واحد، خلونا نشوفه. ودي اشوفه. تسبب ريبتو بالكثير من الأضرار، ذلك التدخل كلفني الكثير. لولا سبايرو لكنت أفلست حتما. لو كان ريبتو هنا لكنت عبرت له عن غضبي. في الواقع كنت سألقنه درسا. قرأ وراك. لقد كنت بطل ملاكمة الوزن المتوسط في الجامعة، ولا زلت أعرف بعض الحركات. خذ هذه وهذه. يا ليت لو هو يلقنك درس. لماذا أنت؟ أرب مقطع ذا. هنا حبيت ريبتو. أول مرة أحب البقرة الضحكة هنا بسبب اللي سواه بالشحاذ هذا. على فكرة إيه موجود بالجزء الثالث اللي بنبدأ فيه إن شاء الله يا شباب بعد هذه الحلقة. موجود ويسحب ويشبط. لكن الزين فيه بالجزء الثالث إنه بالنهاية إذا جيت أنا أرجع فلوسي ما يجي يعني هنتر كذا يعطوني فلوسي وما أدري إيش، لا أنا أهاجمه، يصير في تحدي يعني. فيعني هذاك يعني مرة أنا متحمس له، ما أدري ويمكن يصير آخر حلقة من الجزء الثالث التحدي يعني. هذاك إذا جيت أنا أسترجع فلوس يمكن يصير آخر حلقة أو الحلقة اللي قبل الأخيرة أو اللي قبل، المهم يعني بالحلقات الأخيرة. فأكثر واحد أنا صراحة متحمس لهذا بالجزء الثالث، ومتحمس يعني صراحة يمكن ألعب الجزء الثالث الحين يا شباب بعد ما أختم الحلقة هذه، لأن صراحة أفضل جزء. ها والله يعين، بس الظهر أذكر إنه يسحب واجد. أيوة يرحمك الله. طلع هذه اللهب. يلا شباب إن شاء الله استمتعتوا بالجزء الثاني وانبسطتوا فيه. خلونا نختار كذا إنهاء اللعبة. متابعة؟ أيوة 100%. الجزء الثالث Year of the Dragon. سلام. الجزء المفضل بالنسبة لي، مو بس أفضل واحد من بين الثلاثة هذول كلهم، لا هو أفضل لعبة سبايرو من ألعاب سبايرو كلها، أفضل واحد الثالث يعني، مو يعني بس أفضل واحد يعني بالثلاثية، هو أفضل واحد بشكل عام بالألعاب سبايرو كلها. أفضل جزء بالنسبة لي الثالث، هذا رهيب، ونسبة التختيم فيه 117%. على فكرة هنا 120%، هنا 100%، هنا 117%. يلا شباب ملتقانا إن شاء الله مع أول حلقة من تختيم سبايرو 3 ريبتو. يير اوف ذا دراجون. ها سبايرو يير اوف ذا دراجون. في بعد يعني هنا من هي الشخصيه هذيك الارنبه؟ بيانكا. ايوه بيانكا هنا تطلع، بيانكا موجوده. ها وفي جسمه الساحر المشعوذ بدل البقره الضاحكه. يعطيكم الف عافيه يا شباب على المشاهده. صالح كان معكم، في امان الله.